ينتقم النظام المغربي مجددا من الصحراويين المدنيين ويعتقل ويقتل خارج القانون ويخفي ويقتل. وآخر قضية هي قضية الحبيب أغريشي الذي قتله يعني النظام المغربي أو سلطات الاحتلال المغربي وأحرقوا جسده لإخفاء الأدلة الطبية ورموه على شاطئ الداخل المحتلة. على نفس الشاطئ كانوا قد رموا طفلة صحراوية قبل سنوات وقتلوا الشهيد حسن الولي. وهذه ممارسة ممنهجة من النظام المغربي. المطلوب من النظام الدولي، من المجتمع الدولي، من الأمم المتحدة، من مجلس الأمن وخصوصا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تطبيق القانون الدولي الإنساني أو ما يسمى معاهدة جنيف والبروتوكولات الملحقة، من أجل حماية المدنيين الصحراويين، من أجل حماية سبل عيشهم، من أجل حماية حياتهم من الخطر المهدد لهم.